وصلنا إلى فقرتنا التالية يا رشا. أكيد مكملين نحن معكم، وفقرتنا الثانية حتكون مع ضيفتنا الدكتورة رشا مسعود، وهي رئيسة قسم الهندسة الطبية. اليوم من خلال تواجدها معنا حنتعرف أكثر على الإجراءات والاستعدادات لإطلاق المؤتمر الأول للهندسة الطبية في سوريا. بدي أقول لك يسعد صباحك. أهلين، صباح الخير. صباح الخير. يعني ب 16 الشهر رح ينطلق المؤتمر، خلينا نحكي أكثر عن التحضيرات، عن المحتوى وعن المشاركة أيضا. نعم، مؤتمر دولي للهندسة الطبية هو يعني الأول من نوعه في قسم الهندسة الطبية. نحن بقسم الهندسة الطبية يعني كان في عنا رغبة بالتوسع بالأبحاث العلمية، مشان هيك المؤتمر هاد إجا ليساعدنا بالتوسع بالأبحاث العلمية. السبب إنه في عنا طلاب ماجستير، دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، عنا عدد كبير من الطلاب، تقريبا القسم خرج حوالي 70 طالب ماجستير و14 طالب دكتوراه. هدول الطلاب بحاجة ماسة للاحتكاك بمراكز البحث العلمي بالعالمية طبعا، والجامعات العربية والأجنبية. فهذا المؤتمر بيحقق هالهدف هذا وبساعد طلابنا بشكل عام، لحتى يعني بساعد على تلاقح الأفكار وتبادل المعلومات بين طلاب قسم الهندسة الطبية بجامعة دمشق والمراكز العلمية. وهذا المؤتمر مهم لنا كمان لقسم الهندسة الطبية، كثير مهم. السبب انه هو صلة الوصل بين قسم الهندسة الطبية وبين الكليات الطبية بجامعة دمشق، لانه اي بحث علمي في قسم الهندسة الطبية بحاجة ل يتكامل مع اقسام الطب المختلفة او مجالات الطب المختلفة، حتى يكون بحث ناجح يهدف بالنهاية نتائجه تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية، وهذا هو عنوان مؤتمرنا، تطوير الرعاية الصحية. تمام. دكتورة، خلينا نحكي عن المشاركين ضمن المؤتمر، واليوم شو حيشمل المجالات المؤتمر؟ هلا بالنسبة للمشاركين بالمؤتمر، يعني تقريبا شارك بالمؤتمر لهلا 52 بحث، يعني 52 بحث، هدول بمختلف مجالات الهندسة الطبية. المشاركين كانوا باحثين من يعني عدة دول، يعني على سبيل المثال مثلا العراق، مصر، إيران، ماليزيا، فرنسا، إيطاليا، يعني في كتير دول شاركت بأبحاثها بهذا المؤتمر. فالباحثين إما هن المهندسين الطبيين أو أطباء. تمام. فإذا هو في مثل ما بيقولوا تكامل بين الهندسة الطبية وبين الطب بشكل عام. مجالات الهندسة الطبية واسعة، بالتالي الأبحاث كانت عنا متنوعة جدا. يعني المؤتمر على مدى 3 أيام، وبصراحة بكل يوم في جلسات متزامنة، عدة جلسات متزامنة بنفس الوقت، يعني على أكثر من مدرج بسبب تنوع الأبحاث. ولكن يعني تقريبا حصرنا محاور المؤتمر ب 15 محور، منها على سبيل المثال اهم شيء اللي هو دور الهندسه الطبيه في تطوير وتحسين الرعايه الصحيه بمجال التشخيص والعلاج، فهذا عنوان مؤتمرنا. في عنا الاكتشاف المبكر وتشخيص الاورام السرطانيه، معالجه الاورام السرطانيه، التصوير الطبي، إدارة المشافي، الميكانيك الحيوي، الأطراف الصناعية، البدائل الحيوية، المواد الطبية الحيوية، كلها ما بعرف يعني هي مجالات للتنوع، مجالات للمؤتمر. في كمان عنا معالجة الإشارة الحيوية، النمذجة والمحاكاة في طب الأسنان. يعني في كتير مجالات، خبرات كتيرة رح يتم تبادلها يمكن خلال هيدا المؤتمر. نعم. بأيامه يلي هي رح تكون من 16 ل 18 أيار ل 18 أيار. يعني حكينا بالمجمل عن المشاركين وعن أبرز المواضيع، ولكن اليوم الهدف من هيدا المؤتمر خلينا نضوي عليه أكثر. نعم. وأبرز العناوين بالخط العريض يلي هي رح تكون مطروحة ضمن المؤتمر.
هي ابرز العناوين مثل ما حكينا، هي هدول المجالات كلها حتكون مطروحه. يعني احنا حكينا بالمجالات، ولكن بضمن العناوين العريضه، ضمن العناوين العريضه في يعني في عده ابحاث ومحاضرات مهمه، في عنا جلسات خاصه. هالجلسات الخاصه بيلقيها عباره عن محاضرات يلقيها باحثين من مختلف دول، طبعا باحثين مختصين بارزين في مجال الهندسه الطبيه وفي مجال الطب. ف يعني في كتير أبحاث مهمة رح يتم إلقائها. كمان في عنا أبحاث علمية رح يتم إلقائها من قبل طلاب الدراسات العليا، إن كان في جامعة دمشق أو إن كان بجامعات. تم انتقاء هاي المواضيع؟ طبعا تم انتقاءها، تم خضوعها لتحكيم. هذا التحكيم نسميه peer review، يعني تحكيم نظراء. الحقيقة جانا نحن 66 بحث، تم اختيار فقط 52 بحث. يعني فتح المجال لأنه الطلاب يقدموا. ايه طلاب قدموا. طبعا عم اقول لك الطلاب بشكل عام، مو بس من قسم الهندسة الطبية بجامعة دمشق، كان في اشتراك كتير منيح من طلاب قسم الهندسة الطبية طلاب قسم الهندسة الطبية بجامعة تشرين، طلاب جامعة طرطوس، طلاب جامعة الأندلس، جامعة البعث. فهدول الطلاب اللي داخل القطر العربي. مدة زمنية لتقديم الأفكار؟ هلا تقريبا كل هالعملية هي تقريبا بحدود الشهرين اختت معنا. أوكي. لأن الطلاب اوريدي عندهم أبحاث، فبس لحتى يضبطوا أبحاثهم ويقدموا لنا إياها ونحن نحكمها. طبعا لا ننسى انه كمان في طلاب من جامعات اخرى من دول مختلفه، مو فقط طلاب القطر العربي السوري كمان. دكتوره ذكرتي نقطه، هي المشاركات الخارجيه واليوم كثير مهمه، انه طلابنا كمان تتعرف على ثقافات ثانيه على مستويات ثانيه. اليوم من خلال دراستكم للابحاث اللي تقدمت، خلينا نقول نطمن اليوم المستوى السوري بالنسبه للابحاث الدول اللي شاركت، يعني عم تكون بنفس المستوى او اعلى مستوى، او خبرينا اكثر. هلا المستوى بالنسبه لنا لابحاثنا بقسم الهندسه الطبيه هو مستوى عالي، لانه نحن بنختار ابحاثنا بدقه وعنايه، وبعدين بيكون الاشراف، يعني الاشراف على تنفيذ البحث هو اشراف حقيقي يعني. ف بشكل عام ابحاثنا يعني تضاهي الأبحاث العالمية، والسبب وأكيد هذا الشيء صحيح، لأنه أصلاً نحن في عنا نشر خارجي لأبحاث قسم الهندسة الطبية، فهذا بيأكد أنه أبحاثنا تضاهي لمشاركات تضاهي خارجية. تضاهي تضاهي إن شاء الله، بنتمنى نحن أكيد إن شاء الله. أنا متأكدة من هالشيء. إذا ما أقول لك يعني لا تقبل الأبحاث بمجلات عالمية إذا لم تكن تضاهي المستوى العالمي المطلوب. طبعاً وأكيد المجلات اللي عم ننشر فيها بتكون مجلات علمية مرموقة. السبب إنه يعني جامعة دمشق لا تقبل النقاط إذا ما كانت المجلات ذات سوية عالية. وأكيد طلابنا دائماً يعني ومعروفين إنه هن ذات سوية جداً عالية. أكيد. وخاصة يعني الأصداء اللي عم نسمعها عالمياً، يعني لما حد عم يسافر، أهم الأطباء سوريين، اهم المهندسين الطبيين. انا كثير مهندسين طبيين يعني بيعملوا او بيشتغلوا بارقى الجامعات يعني الاجنبيه والعربيه حتى كمان. تماما. دكتوره خلينا هيك نركز شوي عن الهندسه الطبيه، يعني فرع كثير مهم، عم تخرج مثل ما قلنا من شوي انه اهم الناس يلي هن عم يمثلونا بالعالم بشكل كثير منيح، اما باعطاء الخبرات او بالعمل بالهندسه الطبيه. خلينا نحكي اليوم عن هالاختصاص، نحن كيف داعمينه، نحن كيف عم نأمن يمكن فرص. علينا ضغوط، علينا حصار، ولكن الأجهزة الطبية نحن يمكن يعني كيف عم نرتيها ترتاية لحتى شوي هيك تفرج على البلد، ويعني نضاهي العالم بالتطور بالأجهزة الطبية. خلينا نحكي عن هاي النقطة. هلأ الهندسة الطبية هو علم بيجمع بين الهندسة والطب. هو علم متعدد المجالات. يعني في مجالات علمية متنوعة، يعني بده يدرسها الطالب لحتى يكون قادر على مواجهة المشكلات التقنية. بس المعرفة أكثر هي مشكلات الهندسة الطبية. تماماً. الأجهزة الطبية هي الواجهة، الاختصاص الأكثر. الأجهزة الطبية هي يعني هي
علم من علوم الهندسة من علوم الطبية، وليست هي الأساس. يعني الهندسة الطبية خلقت لتوجد حلول لمشاكل الطبية بشكل عام أو مشاكل الرعاية الصحية، بس نحن بمؤتمرنا ما نسينا هالشيء، عملنا معرض للتجهيزات الطبية، شاركت فيه شركات طبعا مرموقة نتاجها وطني؟ هلأ في بعض منهم نتاجها وطني، بس الأغلب لا، هن هدول الشركات عم يعطوا أحدث عالمية. التقنيات تمام. العالمية في مجال التجهيزات الطبية. بصراحة هن الشركات هدول اللي احنا حاولنا انه يعني انه يعملوا محاضرات بالمؤتمر، على هامش المؤتمر يعملوا محاضرات ويعملوا ورشات علمي، ورشات يعني ورشات عملية، ورشات مشان يعلموا المهندسين الطبيين اللي بده يجوا طلاب الهندسة الطبية يعرفون على أحدث التقنيات التجهيزات الطبية الموجودة في سوريا. طبعا هذا الحكي مو بس للهندسة الطبية، كمان للكادر الطبي اللي بده يتعرف على أحدث التجهيزات الطبية باستخدام الأجهزة الحديثة. هلا اكيد بدها تدريب وبدها وقت، بدها تدريب بس أكيد. بس في معاناة عنا ولا لا نحن عم نقدر نتخطى التطورات؟ هلا اكيد نحن ندرب طلابنا يعني بشكل عام انه كيف شو هي الاجهزه الطبيه، كيف يستخدموها، هالشغلات هي بيعرفوها طلابنا، بس هي الفكره انه كيف نحن نربط هالشركات الطبيه مع طلاب الهندسه الطبيه وكيف يتعرفوا على احدث التقنيات الطبيه. هذا كمان هدف من اهداف المؤتمر. إن شاء الله هيك بتحققوا كل شيء حابين تعملوا. دكتورة خلينا هيك بنهاية لقائنا لليوم نعطي تفاصيل أكثر لكل حدا اليوم حابب أنه يحضر هذا المؤتمر، وين والأوقات والزمن، يعني الزمن والمكان. حابة أقول شغلة أنه هذا المؤتمر هو فرصة ذهبية لطلاب الهندسة الطبية بشكل خاص، لطلاب الكليات الطبية بشكل عام، لأنه في محاضرات مهمة من أشخاص مهمين رح يعطوا محاضرات يعني ترقى أنه تكون من أحدث الأبحاث الموجودة في قسم الهندسة الطبية. وفي شركات عنا طلابنا ممكن يتعرفوا على الشركات، يعرفوا شو عم تقدم هالشركات. فأنا بفضل انه يكونوا موجودين ويحضروا حسب الاختصاصات اللي هن بيحبوها اللي هن بفضلوها، لانه في تنوع مثل ما حكيت بالاختصاصات. وطبعا هو المؤتمر حيكون من 16 ل 18 ايار، في الافتتاح حيكون في مدرج جامعه دمشق، وحيكون عندنا محاضرات في مدرج جامعه دمشق ومركز جامعه دمشق للمؤتمرات. نعم دكتوره بدنا نتمنى لكم التوفيق والاستفاده لكل طلابنا، واكيد ناطرين كل المؤتمرات يلي هي تعنى بالتطور العلمي والطبي. بدنا نشكرك كثير دكتورة رشا مسعود رئيسة قسم الهندسة الطبية، شكرا كثير لك. شكرا جزيلا لكم. شكرا لتواجدك اليوم معنا وموفقين هيك ونشوف نتائج حلوة دائما ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا جزيلا.